مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة متتبعي قضية كنزة. مشاهدينا الكرام، كنزة الآن في فترة نقاهة، كنزة بعد 7 أشهر وأخيرا جات للدار ديال والديها. مشاهدينا الكرام، ربطت بي الاتصال وقالت لي أنا أمنيتي أنه المغاربة يشوفوا دارنا ويعرفوني كيفاش عشت. استجبنا للطلب، غادي ندخلوا عندها الآن، تبعوا معايا. مشاهدينا الكرام، هذا هو المنزل ديال كنزة، وهي جالسة رفقة العائلة ديالها. تبعوا معايا. السلام عليكم والدة، لاباس؟ كلشي بخير؟ انتي لاباس؟ كنزة، كنزة، غادي نشوفوا الموضوع مع كنزة. كنزة، هذه الدار ديالكم، هنا فين كبرتي، ما شتيش داركم 7 شهور. 7 شهور تقريبا ما شتيش دارنا، والحمد لله فرحانة بزاف حيت رجعت. انت ما كتحبش لي واش غادي نرجع عاوتاني، يعني غنرجع للدار عاوتاني ونعيش حياتي كما كنت. طبيعي الحمد لله ربي، نمشي نرجع في كل شيء لفضل الناس اللي عاونوني، سي زهير ولا سي عبد الله، هما اللي وقفوا معايا نهار الاول ودعموني، وهمشي هما اللي زعما جابوا الصحابه جابوا لي نهار الاول، كنشكرهم بزاف حيت وقفوا معايا ودعموني. الحمد لله ربي كبير وما كيخايف حتى شي واحد. كبير الاتصال، قلتي لي امنيتي نوصل الرساله للمغاربه يعرفوني فين عشت. داكشي اللي كاين، يعني بغيت يشوفوني فين تزاليت، فين كبرت، وفين يعني الحياه ديالي كيفاش كانت. طبيعي ما كاينش شي مدرسه قريبه ليكم؟ الصراحه ما كاينش تقريبا، بعيده بشي شكون ما يطلب بحال هكا كنقرا فيها اللي قريت فيها. صراحه لا رجليه ما تبع، يعني على رجليه، يعني داك علاش قريتي؟ قريت ثاني اعدادي. وعلاش حبستي هذيك الوقيته؟ صراحه الحال بعيد فهمتي، يعني كيكون الظلام وداكشي، يعني واحد كيحبس، يعني صعيب تبقى تمشي بالليل وداكشي، يعني كنتي على رجليك داكشي علاش حبيت القاي. ملي دخلتي لداركم ودخلتي وكاين انت البيت ديالك هنا وهادشي غنشوفوه، كيفاش حسيتي مع ديك 7 شهور ديال الظلام اللي كنتي فيها؟ صراحة الفرحة ما كتصورش، يعني أول مرة انتي ما يتحبش واش غادي نرجع، ولكن الحمد لله على كل حال، يعني ربي كبير وما كيخيب حتى شي واحد. فرحت واحد الفرحة اللي ما تصور حتى شي واحد. نتمنى أي واحد يكون بعيد على عائلتو على دارهم يفرح في الفرحة دي ويجي لدارهم إن شاء الله. الصحيحة ديال كيفاش دايرة دابا؟ عاودي دابا شويه كنحس براسي الحمد لله، ماشي بحال ما قبل. الحمد لله كنحب نشكروا على الناس اللي وقفوا معايا ودعموني، هما اللي شفت كيشجعوني وداكشي. الحمد لله صحتي بخير الحمد لله. واحد المساله قالت لي الام ديالك في الاول، قالت لي اللي زاد عاونها بزاف، قالت لي هما المغاربه كلشي كيعيط لك، يعني كتحسي براسك ماشي بوحدك. لا الحمد لله، يعني كنشكر خوتي المغاربه كاملين اللي عاونوني وساعدوني، كيتصلوا بيا كل دقيقه كل ساعه، يعني كيسولوا فيا اش كده، يعني اش اخبارك، فين وصلتي، يعني فين، يعني كيسولوني على الحاله ديالي الصحيه، اش يعني فين وصلت التطورات مع الدكتور داكشي، ممكن عاود ليا وكنشكرهم بزاف حيتاش كيسولوا فيا وكي يعني كيطمنوا على الحاله ديالي. كنشكر بزاف خوتي المغاربه اللي اخر يعني في اي بلاصه كانوا، كنشكرهم بزاف. خواتاتك شفتيهم؟ صراحه مازال ما شفتش شي وحده، مازال ما شفتش غير وحده كانت جات عندي كازا، يعني الاخرين ما شفتهمش. علاش عندي؟ علاش ما جاتش؟ صراحه ما جاوش، ما كل واحد عنده السبب ديالو، يعني قدروا كل واحد، المهم ما شاف غير وحده اللي شفتها. صراحه دابا عندك جوج خواتاتك مجوجين وحده ياك؟ عندي 35 كلهم مجوج. عندك 5 خواتاتك؟ انا ما عارفش، انا يلا تا هاد خواتاتك من غير كنت، يعني كاينين 5 خواتاتك كلشهم مجوجين، جات عندك فيهم وحده وهذوك 4 الاخرين؟ صراحة بقى كل وحدة والظروف ديالها، يعني وحدة جاو عندي المستشفى كان فهمتي، كان الزيارة منوعة داكشي علاش، يعني جاو عندي المستشفى كان ما قدروش يشوفوني، حيت دوك الناس اللي كانوا تساعدو ما قدروش يجيو عندهم، جاتهم مشكل يجيو عند دوك الناس. المهم دابا نشد دارنا ان شاء الله غيجيو كلهم يشوفوني. شنو الرسالة ديالك مع المغاربة وانتي في دار والديك؟ دابا الحمد لله نفسانيا غادا مزيان. الحمد لله، الحمد لله كنرتاح في يوم جيت لدارنا وفرحت، يعني كنت حابه واش عمرني ما غنرجع لهنا، كنت ديك الدار داك العبد ديالي، قلت عمرني ما غادا نشوف الدار ولا نرجع نشوف عائلتي وخوتي ولا كذا. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. الصحة ديالك شنو اللي باقي تضرك بزاف دابا؟ مزيان نعرف. الصراحة كي باقي كيضرني راسي بزاف، شمرتني الدوخة وكيضرني الجيم ديالي والظهر، يعني الظهر توا أكثر هي الظهر بزاف وراسي جوج كيضروني بزاف. كتبعي الادويه اللي كيعطوك الطبيب ولا شي كتبعي؟ انا متبع الادويه اللي عطاني الطبيب، يعني كناخذهم في الوقت ديالهم باش نتعالج شويه في المحله. الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام، غنشوف الاخ، احنا في المنزل ديالكم، اختك جات حداك. مرحبا بك اخويا يوسف، ومرحبا بكم كاملين. المهم فرحنا من نجات اختي بعدا والحمد لله، دابا رحنا بخير دابا الحمد لله. واش في الرساله اللي نقول للمغاربه؟ كيقول لك راه غادي خوها غادي باغي يتنازل، احنا ما غاديش نتنازلوا، ما غاديش نسمحوا في الحق ديال اختي، وحنا راه غادي نبقاو معها حتى لاخر لحظه، ما عمرنا غنسمحوا في الحق ديال اختي، الكرامه ديالنا فوق كل شيء، وما يمكنش نتنازلوا وما غاديش نتنازلوا ان شاء الله. الله يجازيكم بخير. انت دابا هو الولد في العائله ياك، وكاين اخ ديالك في ليبيا.
الاخ ديال الاخ ديالك كانت في الفيديو اللي وضعت معها كتعطيك واحد عطات دوات عليك يعني واحد المستوى عالي. قالت لك انا في الاول قبل ما نمشي عند الناس 7 شهور هي ما عمرها خدمت، كانت اول مره هي باش جات عند هادو. قالت لك قبل كان هو اللي كيهتم بيا وكيديني الحمام وكيجري معايا وهذا، اي حاجه بغيت ما تيقولش ليا لا. هذاك الشيء اللي كاين اخويا، انا ما نقدرش نقول لك شي حاجه راهي تقول لكم. المهم انا راه ما كنتش عارف راه مشات تخدم، انا كنت خدام، كنت مني من خدام، ومني مشات تخدم انا ما خباريش، ومن ما نخليهاش تمشي كاع، انا ما نخليهاش تمشي تكرفس. وانا مني من بعد مني جيت وعرفت راه مشات تخدم، ما نقدرش نقول لها جي ولا ما نقدرش نحبسها، ما تمشي تعاون راسها وتعاون ما، انا ما نقدرش نحبسها. المهم دابا راه بخير الحمد لله مني جات. المهم عندك هو مرتي لي رساله قلت لي انا ما كاين لا تنازل لا ما كاينش داك الشيء، غير الناس كتكتب وكيقول لك غيتنازل. حنا ما غاديش نتنازلوا، ما نسمحوش في الكرامه ديالنا هي كل شيء، حنا ما غاديش نتنازلوا ان شاء الله. ما غاديش الناس ماشي كتقول تسال حقهم، هذه غيره عليهم وعاشوا معها القصه، تالموا معها بكوا معها، الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام شوفوا الام هذه الجلسه عندكم، هذا الشيء زوين، هذا الراحه لله. هنا بنيتك بعد 7 شهور جات لدارها الحمد لله بحال الله، تزادت عندي من المده حلا يلا على تزيدت باللي عاد رجعت لدارهم الحمد لله. ما عمري كان صعيب غادي ترجع وتجلس معانا بحال هكا هاد الجلسه، قلت صافي داك الشيء اللي وقع ليا ماشي ساهل. والحمد لله ملي بنتي رجعت لدارهم ما كنتش كاع نتنويه باقا باغا ترجع، وهذه قد الدار اللي ولدت فيها ولادي كاملين، بناتي وولادي فين تزادوا كلهم، الدار قالي تزادوا فيها. جيت لها الدار عندي 16 عام دوك، راه في عمري 66 عام اللي كاين عندي، وهذا قاعد العمر عشتو هنايا ولدت فيها ولادي وبناتي والحمد لله. وكنزه بحال الله تزادت عندي بحال اليوم عدد تزادت عندي الحمد لله، الشكر المغاربه. وبنتي ولات بنت الشعب وبنت المغاربه كاملين، ما بقاتش بنتي انا بوحدي، ولات بنت الشعب وبنت المغاربه كاملين، نشكرهم الله يربي يحفظهم ويسهل عليهم يعطيهم مناوين وليدي الشيء على سلامتها يا ربي. مشاهدينا الكرام غادي نشوف الكلام اللي قالت لي كنزه قلتي لي اياها فين عشتها فين تورينا نوريكم. مرحبا مرحبا يلا شكرا الله. نشوفوا مشاهدينا الكرام تبعوا معنا كنزه فين عشت. هذا كنزه هو البيت الاول ياك يا راجل، دابا عاودتي لينا تفضلي زيدي انت الاولى بشويه عليك. مشاهدينا الكرام حاولت ما امكن انه تقرب الصوره للمغاربه هذا البيت فين عاشت. غنشوفوا البيت الاول تفضلي. يعني دابا فهمتي البيت ديال الضياف اللي كيجي عندنا شي دفعه كالعائله خواتاتي وعمامي زعما كنجلسوا هكا وكنفرحوا، انا كنفرحوا انت كنتجمعوا في العياد وفي المناسبات. المهم انت يعني ديال الضياف اللي كنبركوا فيه كيجيو عندنا العائله ديالنا كبيره عماتي وعمامي وداك الشيء. المهم يعني هكا فين كنجلسوا فين كنتجمعوا فين كناكلوا يعني مع الضياف ديالنا وكنفرحوا بهم وكيفرحوا بينا وكنضحكوا وكنلصقوا وكندوز زعما وقيت زوين مع بعضياتنا. الله يخليهم ليا ربي كلشي عائلتي والله يجازيهم بخير، يعني كيتولوا فيا ديما حتى هما ديما في التليفون يعني كيعيطوا ليا تقريبا كل يومين عائلتي الله يجازيهم بخير والله يخليهم ليا ربي. شوفوا بلاصه اخرى مرحبا تفضلي بشويه عليك. مشاهدينا الكرام هذا الطلب ديالها صراحه يعني التتبع ديالها، ولا ننسى الكلام من عندها انه قالت لي المغاربه كان لهم فضل كبير معنويا واجتماعيا وانسانيا وماديا. قالت لي انا ولو عندي صحابات بزاف والناس وقالت لي والاصدقاء بزاف كلشي مساعده، وهذا شيء يا رب متعارف عليه في المغاربه. مشاهدينا الكرام دابا شنو اللي غتورينا دابا؟ يعني زعما البلاصه اللي كنجلسوا فيها حنا فاش كناكلوا وكنشربوا داكشي اللي البلاصه اللي كنرجعوا فيها يعني يلا يعني كنتو انا خوتي يعني الوالده وخويا ومرات خويا وداكشي فين كنجلسوا فين كان هو هذا البيت كناكلوا فيه وداكشي وكنرجعوا فيه هكا في نص النهار كنعسوا ولا هكا. هذا هو البيت اللي هو البيت اللي كنتي كتبقي فيه هذا البيت كنرتاح فيه بزاف حيت كيكون بارد فهمتي يعني كنرتاح فيه كنرتاح فيه بزاف داكشي علاش كنجلس فيه اكثريه الوقت كنجلس فيه اكثر. باقي شي بلاصه اخرى؟ شوفوا دابا هاد البيت، هاد البيت هذا هذا ديال الوالده هذا فين دارينا كاملين اخوتي يعني فين هذا فين بيت فين داريت انا اخوتي كاملين يعني فين ولدت الوالده ديالي الله يخلي ليها طول في عمرها. يعني هو اللي كنجلسوا فهمتي حتى الوالده ديالي كتنعس وكنت حنا كنجيو عندها يعني شي خينا بوحدها يعني هذه هي الدار هذه هي الدار. الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام اجي تفضلي معنا غادي نحاولوا ما امكن. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذا هو المنزل البسيط ديال كنزه، هذه هي البركه فين كيجلسوا
من الطبيعي جدا أنه طلب منا كما قلت في السابق حاولنا ما أمكن قرب الصورة المغاربة في انكبرات لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. مع عمر كنزاخد مات كتاب لها السبب انطلاقا كما تبعوا المغاربة أنه تساعد الأم ديالها باش دير عملية هي مسكينة حنينة وفيها الخير، ولكن دوزت 7 أشهر ظلام. هذيك 7 شهور قاصحة قاصحة بزاف ماشي غير شوية، يعني عمري ما صحيت حتى غادي نرجع كما كنت على عائلتي وحياتي زعما صحيتي القديمة. المهم الحمد لله على كل حال، يعني ربي كبير وما كيخيبش شي واحد، وتاخوتي المغاربة بقوا معايا وساندوني الحمد لله. ربي كبير وما كيخيبش شي واحد الحمد لله على كل حال. صافي بارك عليك الشمس هنا وكاين الحرارة، تفضلي سيري. مشاهدينا الكرام يتنوي الرأي العام أكثر، كنتمنى المخرج يمشي معايا كما تبعتوا معنا. هذه هو المنزل في البادية بالضبط المنطقة سيدي حجاج نواحي 16، تبارك الله على الطبيعة، وهذه هي القرية وهذا هو المكان في كبرات كنزة. مشاهدينا الكرام فترة نقاها فيها كنزة وهي متتبعة ما قريب التطبيب، لأن بقى مراحل وفي نفس الوقت حضور ديالها أمام القضاء في الجلسة يوم 1/8 المقبل القضاء الجالس. مشاهدينا الكرام الشكر الجزيل لجل المغاربة في المغرب وخارج المغرب، كل من ساهم أو ساعد، تضافر الجهود بالجميع. كنزة قصة ألمت المغاربة بشكل كبير، من الصعب أنه الكلام اللي كنسمعوا على لسان أطباء متمكنين تبارك الله السي رشيد أستاذ جامعي وكذلك أستاذ النعيمي ليزيدي محامي بيضاء البيضاء ما تعرضت له يعني أمر صعب. والكلمة في الأخير القضاء. مشاهدينا الكرام احتراما الرأي العام، وكما عودتكم دائما نحن على تتبع الملف وسوف نوافقكم دائما بجديد حول حيثية قضية كنزة. خميس الشق الثاني يتعلق واش الإجراءات القانونية فيما يخص الطب الشرعي كملات والقضاء ولا غير صنع القرار، هل غادي يكمل الملف أم ممكن يكون عدم اختصاص وتحل الجنايات؟ هذا أمر يخص القضاء، دورنا تنوي الرأي العام أكثر في الموضوع فيما يخص واقعة كنزة اللي ألمت المغاربة بشكل كبير. حسنية ديالها والطيبوبة ديالها قالت مشي نخدم من أجل نساعد مهمتي، كتلقى راسها في الجحيم. ولكن القضاء مبدأ النيابة العامة متتبعة الملف وهي اللي ممثلة الحق المدني اللي بطبيعة الحال تدافع عن كنزة، وننتظر القضاء الجالس في الأخير. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا حاولت ما أمكن أن نقرب الصورة فين كبرات كيفاش عاشت كنزة، تبعتوا معنا التصريح ديالها والأم ديالها والأخ ديالها عطى رسالة قوية أنه العائلة حاليا كما قال ما عندهمش مجرد فكرة ديال التنازل، كيبقى حقهم واش يتنازل يمتزج، هذا أمر لا يخصنا، دورنا نقل الخبر حول واقعة كنزة واتخاذ المتعين فيما يخص رجال القانون، ونحن نطمح أن نوصل صوتها فيما يخص الجانب الإنساني، نهتم بكنزة تصح وترجع لبر الأمان، لأنه من الصعب أنه كنزة هادشي اللي داز عليها تطلب مراحل سواء في التطبيب سواء التهيئ النفسي وأمور أخرى. مشاهدينا الكرام أي جديد فيما يخص قضية كنزة نحن لتتبع دائما في إن شاء الله. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.